العادة الثيرمستر لهم نيجاتيف تمبرتشر كوفيشنز، والمعادلة مختلفة تماما. معادلة الثيرمستر ما في حاجة تحفظوها، بس تفهموا الفكرة تبعتها. اي بيتا 1 على تي ماينس 1 على تي. اذا هون نفس الشيء زي فكرة الار تي دي، في عندي نومينال ريزيستنس زي اللي كانت النومينال ريزيستنس هناك، وفي عندي درجة الحرارة الأصلية ومنها بدي أستنتج درجة الحرارة الجديدة من التغير في المقاومة. يعني بس طبعا لكل مادة إلها بيتا زي الألفة اللي كانت هناك، بس هون المعادلة مش خطية، معادلة هون إكسبوننشال. وإذا عملت رسم لهاي راح تلاقي إنه مع الزيادة في درجة الحرارة بصير عندي هذا الشكل، يعني النزول في القيمة، وهاي النزول بيعتمد على السلوب تبعها والتغير فيها بيعتمد على بيتا لهاي المادة منها. هلا مشكلة الثيرمسترز، المشكلة الأساسية بالثيرمسترز إنه محدود درجة الحرارة فيهم بحوالي تي أقل من 300 سلسيوس، هاي تعتبر درجة حرارة منخفضة لكثير من العمليات الصناعية. في حين الآر تي دي والثيرموكابل راح نشوف بنقدر نطلع لحوالي 1000، وفي نهاية التمبرتشر راح نطلع، راح نحط تشارت ونقارن بين الأنواع المختلفة. وين تستخدم عادة الثيرمستر؟ أحد التطبيقات اللي إحنا بنعرفها المشهورة في المحركات، في داخل المحرك. فبكون عندي هون مثلاً سكوريل كيج اندكشن موتور او دي سي موتور. في كثير من السكوريل كيج اندكشن موتورز لكل وايندينج من الوايندينجز، اذا كانوا 3 فيز كم وايندينج عندي بالستيتر؟ 3 فبكون عندي مثلا هاي وايندينج هون، وايندينج ثانيه هون مثلا، وايندينج ثالثه هون. في كل واحده من الوايندينجز بكون في ثيرمستر، بكونوا هذول مشبوكين ان سيريز مثلا، وفي بعدين دائره بتعمل ديتكشن للمقاومه. اذا نزلت المقاومه، اذا زادت الحراره راح تنزل المقاومه، واذا نزلت المقاومه عن قيمه معينه راح يعطيني انديكيشن عشان يحمي هذا المحرك. وبعدين انت بنحط دائره معينه، في دائره بتعمل ديتكشن للمقاومه تبعت الثيرمستر، وبتحمي هذا المحرك بحيث انه ما اذا زادت شو بيصير، شو المشكله بتصير اذا زادت درجه حراره في المحرك. يعني على اول شيء على درجات حراره مثلا لما بوصل 120 و130 و150 درجه مئويه راح يبدا العازل يفتفت. هذا طبعا مشكله، اذا خرب هذا العازل ايش بيصير؟ في عندنا شورت سيركت. اذا تركته لفتره طويله راح يصير بعدين في عندي شورت سيركت في داخل. بشكل عام المحركات اذا شغلته اكثر ب 10 درجات من درجه الحراره اللي هو مصمم لها ايش بيصير في عمره؟ بنزل للنص. يعني اذا هذا المحرك المفروض يشتغل 40 سنه ومفروض درجه الحراره ما تزيد في داخله، طبعا هذه في داخله مش على السطح، لو حطيت ايدك ما بتحسه حامي، بس مش هي درجه الحراره. وين درجه الحراره بتكون مرتفعه؟ في داخل الوايندينج. شو بتوصل مثلا 130 او 170 حسب الريتنج؟ اذا شغلته 10 درجات اعلى بدل 40 سنه راح يعطيني 20 سنه. فلذلك من المهم انه نحمي المحركات هاي من درجات الحراره العاليه. عاده بنستخدمه زي هيك، زي هاي التطبيقات مثلا في المحركات لحد 180 درجه مئويه ممكن نستخدم ثيرمسترز، والثيرمسترز بنحطهم فيه. والميزه انه التغير في درجه الحراره كبير، بيكون اكبر من اللي بصير في الار تي دي.